تست 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 الله الله تست تست هل تسمعونني؟ سيداتي سادتي هل تسمعونني؟ تست تست هل تسمعونني؟ درور كويز سيلكت. المهم راكم واجدين الدراري، سمعوا سمعوا، غندير ستارت كويز. نورمالمون غيطلعوا لكم واحد اللعيبات هنا، غيطلعوا لكم واحد اللعيبات هنا دابا. نورمالمون خصهم يطلعوا، هافالا هما نورمالمون غيكونوا طلعوا لكم. صافي طلعوا ياك الدراري، كتبوا لي في الشات الا طلعوا ليكم، كتبوا لي باش نبداو، باش نبداو الدراري نشوف شكون هو اللي يجاوب على الاسئله، شوف شكون هو الاول. الدراري اليوم بغيت الصراع، بغيت الحرب، بغيت نشوف بنادم فهمتي مطراي هارد. الدراري غندير واحد اللعيبه اللي جا الاخر غنسميو عليه الزريقه. القوانين نشرح لكم القوانين، الا جاوب شي بالزربه كتربح لي بوان كثر، وكان صحيح الا جاوبتي بالزربه وكان الجواب غلط كتخسر لي بوين كثر. الا ما جاوبتيش ما كتخسرش لي بوين، يعني الا ما كنتيش عارف الجواب ما تجاوبش، الا كنتي متاكد من الجواب جاوب. اش انا خاوي. المهم anyway. صافي واجدين يلا انا لونس. قال لك وات از ذا نيم اوف ذا مين كاركتر ان هالو سيريز؟ واش شيف مول، واش ماستر كي، واش ماستر شيف، واش توب شيف؟ هالو سيريز بونس راكم كتعرفوها، يعني واحد الجو سميتو هالو. شنو هو شنو سميت السميه ديال المين كاركتر؟ صراحه سؤال سهل. يا سهل انت شكون يجاوب وشكون ما غايجاوبش؟ باين شكون غايجاوب، باين شكون ما غايجاوبش، او غيخرج لوفي من شي قنت او غادي يجاوب غلط. باش عرفتي لوفي غايجاوب غلط؟ ما طالع والو في ستريم. كيفاش ما طالع والو؟ كيفاش ما طالع والو سكافاناس؟ لاك دوميكس انا طالع عليا. نورمال ما خص تكون كلشي طالع عليه. باش نجرب واحد الحاجه امارش. هو السايكو طالع عليه. المهم اشوف اللي يلاه دخل غادي اطلع، يطلع لي ابتداء من السؤال الثاني. هاد السكافاناس غير بقى اطلع لك السؤال الثاني غطلع لك. المهم انت الا طلعت لك قولها لي. اوكي دونك الجواب ديال السؤال الاول هو ماستر شيف اوف كورس. ثلاثه جاوبوا صحيح وواحد جاوب غلط، وباش عرفتي غيكون لوفي. انا نتشيك. المهم الا طلعت لك قولها لي. اوكي دراري دراري كتبوا سمياتكم باش تطلع، باش نعرفوا شكون شكون هذاك كونتيستانت 11 وشكون هو 13 وشكون هو 12. النيفي جاوب صحيح، النيفي مريق. دراري كتبوا 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 انا 13. راه نورمالمون واقيلا تقدروا تكتبوا تبدلوا ديك اللعيبه، لا تقدروا تبدلوا سمياتكم. انا 12. ها دونك ها السايكو اللي جاوب غلط واشرف هو 13. دونك دابا المهم دابا شوف البديه ديال الاسئله كتكون سهله. يلا بينو ليا السؤال الثاني كيقول قال لك سيدي وات تايب اوف انيمال از سونيك؟ اين حيوان سونيك؟ واش ماوس، واش رات، المهم واش هيد شنو هادي هيدجهوغ هوغ ولا فوكس؟ هيدجهوغ هيدجهوغ هو داك سميتو، نسيت سميتو بالعربيه ما طلعش ليا. ويلي وشوف نيفي واش داخل بالتليفون ولا بالبيسي باش نعرف. توك ما طلعليش شنو اللي ما طلعش ليك؟ شنو اللي ما طلعش ليك؟ نجرب نخرج وندخل. سير ليلى خرجتي ودخلتي غتسنى حتى السؤال الاخر. انت خرج ودخل غنتسناوك وقول لينا شنو البلا بيسي. طلع لي الاول ودابا الثاني. لا ويلي الله ما تحمقنيش. ياك ما درتي اف 5 ما خصكمش ديروا اف 5، اللي دار اف 5 كيتعاود ليه من الاول. اوكي شكون هو اللي دار غا؟
الرات لمني فار كبير. لا خليها الدراع ما تديروش اف 5 نشوف شكون يجاوب. اكرم دخل في المنافسة كونتستنت 12 اللي هو سايكو جاوب صحيح. 17 ما عرفناش شكون هو 17 و 13 جاوب غلط. اشرف جاوب غلط. اشرف جاوب شي غلط. راه سونيك ماشي طوبة. المهم سكافاناس والنيفي درتو اف 5 باش لونسي. نورمالمون غيطلع عليكم اللي درتو اف 5 ودابا لونسيت غيطلع عليكم. ضلقات لي الماوس. صبعك عندك صبعك في الزيت ياك. ما فهمتي بغيتي تورك ويا تزلق ويا اوكي يلا نيكست كويشن. كتقول قال لك وات برانش اوف ميليتري واز سوليد سنيك ان. اين برانش ديال العسكر كان فيها سوليد سنيك؟ واش فوكس هاوند ولا اوميغا هاوند برايم ولا افالانش ولا دلتا فوكس برايم؟ نوب هاي صافي هاني. ويلي ما طلعتش سكافاناز. الناس الدراري اللي ما جاوبتوش على هذه هانكا اللي ما جاوبتوش على هذه هانكا هذه اللي ما جاوبتوش عليها غنكا بالرجوع. هذه خص كلشي يجاوب عليها خص كلشي. ما عرفتش خايت سكافاناز والله ما عرفتش. اوكي نيدا نورمال مخصة طلع الصاد دراري باش تكونوا فاهمين باش تكونوا فاهمين دراري اللي ما جاوبش على هذا السؤال عادشي ما تجاوبش على هذا السؤال. اي ضربت عادشي ما تجاوبش على هذا السؤال ضعت. فوكس هاوند الا كنتي لاعب منتال ما غاداش تطلع. لا الا كنتي لاعب منتال راه كتطلع لك لتحت خاصك بحال كنتي الشاط فهمتي البلاصه ديال الشاط تما فين كتدير صاد. ما تحمقنيش ابرو دراري هادي ما خصكمش تسقلوا هذا السؤال. اسهل سؤال في العالم حيت ما كاينش شي واحد ما لعبش ميتال جير. احسن جو داز في التاريخ هو ميتال جير سوليد. دراري ما يمكنش ما تجاوبوش على هذا السؤال. اوكي اللي غلط نقولوا ميبي نساو شي حاجه. المهم نشوف شكون هو اللي جاوب صحيح شكون غلط. فوكس هاوند. يا فوكس هاوند فوكس هاوند هو الجواب الصحيح. ولكن شكون هما اللي غلطوا؟ بلاش يوريني شكون هما اللي غلطوا. نيفي خويا انا وجنجا ستار فور يمين وات. اوكي جو بونس ما لعبينش ميتال جير. يا قولوا لي واش ما لعبينش ميتال جير. صلق لي صبعي. انت هو صلق لي قبيله وانت صلق لك دابا. هو بلاتي واش ما لعبيش ميتال جير؟ ما يمكنش تحمقونيش. شو الصقر تعطل الصقر كيفاش تعطلتي اصلا باش تجاوب؟ خاصك تجاوب الثانيه الاولى. ام 20 ها يوكي عار كاين اخيو السطر ما يمكنش ما تجاوبش على هذا السؤال. يلا جيت كنت عايفك. اكرم كتب قبيله فوكس هاوند وما جاوبش. شكون كتب فوكس هاوند؟ لا خليل خليل ما جاوبتيش. اوف كورس اول بارتي اوف ميتال جير وفوالا خلاص يمكنش. اوكي نيكست كويشن قال لك اسيدي ويتش سيتي واز التير بورن. التير نورمالمون هو ديال اساسنز كريد. واش روما ولا بغداد ولا كازابلانكا ولا مايساف ماسياف ولا المهم كانت واحد السميه بلاصه كازابلانكا وبدلت درت كازابلانكا باش نطراو عليه شويه. يلا هذا هو سؤال سهل سهل الصاف. كيفاش ماي صافا خايت صاقار؟ ما كاينش شي مدينة سميتها ماي صاف. هذيك راه مصيف هذا باينة. يا الله شنو جاوبت يا أشرف؟ طاحت لي القرعة. روم واش هادشي غير ديال ميتال جير؟ لا ماشي ميتال جير هذا راه ديال اساسان سكريد. سؤال واحد اللي كان ميتال جير هذا السؤال ديال اساسان سكريد وكان سؤال ديال سونيك. التر ابنو لا احد لا احد ويلي ما عرفت. المهم صراحه ما لعبتش بزاف ديال اساسان سكريد اش بتا خلعبت غير الاول والثاني. المهم عارف انا التر ديال اساسان سكريد. اوكي
غنشوفوا شكون هما لكم سالا لي زقلو الجواب. غالبا يكون ما جاوبش واحد. او جاوبوا جوج، جاوبوا جوج. اوكي باي ذا واي، ماشي روما وماشي بغداد، راه مسيف الدراري. هذا السؤال سهل، عرفتش علاش؟ حيت مسيف هي المدينه الوحيده اللي ويرد. روما مشهوره، بغداد مشهوره، فهمتي؟ غيكون مسيف. انا راه السانسكريت في الدم. التر كازايا كازا، عرفتي ولقاك اخاي نيفي غالط في الجواب. كازايا كازا خالي الكتب لنا روما. كازا مشهوره. شكون هاد خونا؟ شكون ولا شكون هاد خونا؟ التير ديال السانسكريت اصاحبي. ناقص 16000. هاد جاوبتي بالزربه. اوه على النيفي، ولا على النيفي. اوه عندنا هنايا مشاركين جداد، عندنا توتوجي وعندنا سكافانات خدمات ليه فاينالي. يوكي غلط، هذاكشي اللي جمع قبيله خسروا دابا. او اكرم رجع للمنافسه. شوفوا واش غلطت انا. لا صحيح، انت صحيح، ولكن دابا شوف راه كتبقاو تجمعوا لي بوين. دابا هذا الجواب على هذا السؤال، وها هو التوتال سكور. دابا اكرم هو الاول المتصدر، من موراه النيفي تابعوا، فهمتي؟ وانتم غادي سكافانات هو الاخر. الصاقر واش غلطتي؟ ولي استقرت غلط فادي. استقرت كيلعب اساسنز كريد، ولينا في الناقص. فين هو اسرع؟ هو 13 ولي شي في ناقص 2000، ولكن هاني. المهم نكست كويشن، قال لك اسيدي وات از ذا نيم اوف لارا كروفت باتلر. شكون هو الخدام؟ شنو سميت الخدام ديال لارا كروفت؟ واش ادغار؟ واش هوبرت؟ ولا وينستون؟ ولا الفريد؟ انا ندير معكم واحد المزيان. الفريد هو ديال غوتم، هو ديال باتمان. الفريد هو ديال باتمان، يعني بقات وحده في ثلاثه. انا درت معكم مزيان وقلت لك استقرت. الفريد هو ديال باتمان، الفريد ديال باتمان. ايزي. اويلي انا لارا كروفت ما كنتش عارف سميتها لارا. كيفاش ما عرفتيش سميتها لارا؟ لارا كروفت هي ديال سميتو كاع ديال اللعيبه ديال الفريد، نسيت سميتو كاع. وات الجو معروف اصاحبي، هرب ليا من سميه، هرب ليا من دماغي دابا. توم برايدر كاين. المهم عرفتي الدراري، هاد السؤال وش على القاه، حصل شي واحد غالط غيجي هنا غياكل العصا. المهم غنريفيلي لكم شكون يدير الفريد. وانا قلت لكم ما ديروش الفريد، انا قلت لكم ما ديروش الفريد، ودرتو الفريد. قلت لكم راه الفريد ديال باتمان. الفريد هو داك الخدام ديال باتمان. الفريد ديال باتمان. ادغار ما عرفتوش؟ ادغار ما مي. لا استقر ضد الذي جاوب جواب صحيح. اكرم السكافارات ماني غالطين. سكافارات قال لك عارف غير ضاحك، هو غلط. اش هو درتي سكافانا؟ واش درتي الفريد؟ سكافارات بيعوا من العجله اللي كتب لها في الشات الفريد، هما يجاوبوا لها. قلتها لهم كاع ما بغاو. لا عارف الجو والله. اوكي دابا نشوفوا واش تبدل. نيفي فات اكرم. اكرم غلط. اكرم غلط، نيفي فاتو. ساغارد نشوفوا الاخرين. سكافارات هو الاخر. البارسا جوج. واه اوف كورس غتكون شابكه في هذاك الماتش. اوكي نيكست كويشن، قال لك اسيدي وات واز ذا نيم اوف ذا اند كريديت سونغ ان بورتال واحد. وات؟ المهم هذه صعيبه. اي ميد ات اب او اي وانت يو جون يو ويل بي بيرفكت ستيل الايف. هذا السؤال صعيب، حيت خاصك تكون حاد بورتال واحد باش تسمع الموسيقى ديالها، وخا تكون حاد تقدر كاع تسكيبي داكشي. انت صعيب هذا السؤال بزاف، يعني غادي يجاوبوا عليه غالبا اللي غادي يمشيو قلبو جوجل. قدرتها، كلشي كيقدر. الدراري اللي جاوب على هذا السؤال باينه جوجل ولا تقميره، يا اما قمرو يا اما جوجل. واش بديتو؟ بدينا لوفي، ولكن يلاه باقي في السؤال الرابع بحال هكاك.
يا وباقي لي بوا ناقصين يعني تقدر جيت حتى الاخر. لا لا يلا بدينا يلا بدينا. اوكي الريفيل ليكم. شوف القمارة يا القمارة يا القمارة، عندي يا القمارة في هذا الستريم. تاكي يا عمي جوجل ما كاين على القمارة وصحاب جوجل فين كتجاوبوا. نورمالمون غطلع لك واحد اللعيبه لتحت فاش غادي نساليو هذا السؤال، غطلع لك واحد اللعيبه لتحت هنايا فهمتي وغادي وجاوب فيها. وهادشي لك شي داخل من بيسي، لك شي داخل من التليفون طلع هذيك اللعيبه ديال الشات بحال غدير الشات وغطلع لك واحد اللعيبه في الجيم فهمتي. ذا نيم اللي درتي معايا قايم، ذا نيمز اللي درتي معايا قايم. اه وشكون هو هذا اللي جاوب يو ويل بي بيرفكت؟ هذا باين هذا تقميره غلطه. او هذا اوكي هذا ما مشاش قلب في جوجل، هذا غير قمر شد القرعاوي ديال اللعب. ايه تقول لي برك تما وي برك، ولكن مزيان مزيان اتليست ما كتقلبش جوجل. شوف خاصك تجاوب من عندك، ما قلبتيش في جوجل قمرت ما عرفتش تجاوب، قمرتي ولا ما تجاوبش هكا ناضي جوجل. كتمشي تقلب في جوجل يعني فهمتي، خاصك تمشي تكوبي كولي بسربه فطر. شكون هو اللي يحط بورتال فهمتي؟ السايكو كاتب لي تايكي يا عمي جوجل. اوكي نكست كويشن. قال لك اسيدي واه شي طويل. What was the name of the organization led by the Templars in the modern war world in Assassin's Creed games؟ اقراوا اخويا هادشي عيد انا سخفت ما بقيتش خاطر نقرا لكم حتى الاجوبه. اسست لي فهاد ماقدرش نقرا لكم هادشي كامل. على من كندوي دابا عطينا اسماء، على من كندوي صراحه قمرت. لا الساك ما تقولش لي قمرت يا برو، ما تقولش لي صراحه هاد السؤال تا هو هذا تا هو صحاب جوجل غيخدموا يديهم دابا كوبي كولي ما درت والو. اوكي نشوفوا شنو هو هذا السؤال السابع. امشي حال والله تمشي انا براسي فهمت والو. بلاش بعدين نفهموا السؤال. قال لك وات واز ذا نيم اوف ذا اورجانيزيشن ليد باي ذا تمبلرز ان ذا مودرن اورجانيزيشن ليد باي ذا تمبلرز. شنو هي تمبلرز؟ وقال لي صيبات مودرن مهم اوكي التامبلرز الاشرار ديال اساسنز كريد. ويلي الاشرار صايباتهم شركه والاخيار صايباتهم شركه ما فهمتش. نرجف تاع النيفي قمار صحيح فرسان المعبد. لا ولكن ماشي تامبليت. تامبلر يا وتهر وفمار انايا وتعرفي شنو فهمت انا هو بكلاخ انايا وتهر دراري واعرف شنو قريت صاحبي ومكلاخ. وانا شنو بديش كنفكر تكون هي الاورغانيزاسيون يعني شي اورغانيزاسيون هي اللي صايبات الجو ولا شي لعيبه ولا صايبات شي بيرسوناج زعما دي بروغرامور ولا شي لعيبه وهي راه شي لعيبه في الجو الداخل. والله الا كلاخ انا راني لاعب اساسن كريد كاملين راني شايف هاد السميه تخيس والله حتى بركت في الاولى كما دارت لي سالت تايم عندك الزهر اشرف انت راك واقف في العيب نشوف شكون هما اللي ما جاوبوش. ساغارد وات هيل ساغارد جاوب بالزربه. ساغارد ما قلبش جوجل بيسكو جاوب بالزربه يعني ما قلبش جوجل. انا ما يمكنش تجاوب بهذه السرعه تجيب 17000 وانت يا جوجل. اوكي النيفي بقى كيفكار المهم anyway. دابا النيفي باقي هو الاول ساغارد هو الثاني ساغارد غادي كيقرب للنيفي. اكرم ما كيجاوبش اكرم كيجاوب على داكشي اللي عار. سايكو غادي كيقرب المهم anyway. اوه هذا ما بقاش عنده ناقص 33000 جاوبتي السؤال صحيح كانت عندك ناقص 33000. لا سكافاناس ولي كانت عنده ناقص 33000. اوكي next question. قال لك سيدي what object is this mound looking for in Assassin's Creed game؟ what شنو هو الحاجه اللي كيقلب عليها شي واحد سميتو this mound في Assassin's Creed؟ واش ما عرفتش ديك مجولنير ابل اوف ايدن
بوسايدون تريدنت ولا هولي غريل. سميت نادين بوسايدون تريدنت ولا هولي غريل. هذيك الاولى مع مجولنير ولا مع شلايبا. هذيك الاولى كنت كتبها بحال شي بحال شي هذوك الجودز ديال دوك سميتهم كاع بحال هذوك لي الجودز ديال فايكينغز وداك التخربيق. مجولنير فهمتي اودين. المهم راك فاهمي انا لقيتها انا هاد ابل اوف ايدن. ابل اوف ايدن اسميه وار ابل اوف ايدن تفاحة ديال ايدن. كنت في اساسنز كريد جوج ولا برادر هود كانت ما عقلت واش هولي غرين ولا ابل اوف ايدن. هولي غريل شنو هي غريل؟ هاد السمية مغربتش عليا. هولي عرفناها شنو هي ولكن غريل كاس اوكي داك الكاس ديال اوكي الكاس ديال الذهب ولا شي لعيبه هكا. هذوك كي ماشي ديال الذهب ماشي ضروري الذهب. عرفت هذاك الكاس القديم اللي كيهزو بحال هكا كيكون ديال النحاس ولا ديال الذهب ولا شي لعيبه. اوكي الجواب الصحيح هو ابل اوف ايدن. اوه شحال من واحد غلط. اساسنز كريد برادر هود كاس ديال الماء فوالا عرفت كيفاش الكاس كان الكاس ديال ساغارد والنيفي محيحين. اكرم جاوب ويغلط. النيفي والساغارد محيحين وات. اوكي اوكي كويشن التالية قلك which call of duty games is the first modern warfare title. انا او انا call of duty اول مرة غادي تكتب فيه modern warfare. واش كول اوف ديوتي الويت الربعة ثلاثة ستة؟ هذا صعيب شوية. هذا سؤال صعيب حيت خاص شكون لاعبون كاملين باش تعقل على اين واحد بالضبط. ثلاثة اي ثينك اربعة. عز الدين قال ثلاثة وسكافانس قال ربعة. اسهل سؤال ها برو جيمر دونك كيلعب كول اوف ديوتي اي ثينك ثلاثة خمسة راه اربعة لا ثلاثة حيت هي خرجت ام او بي او تروا بأجول. سبعة ثمانية ممكن السبعة وثمانية ألا خرجت من مار بلاك أوبس جوج أربعة 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 أربعة. أوكي أنا نوريكم الجواب والجواب كان هناك نزاع بين الثلاثة والربعة. يعني النص مشى مع الثلاثة النص مشى مع الربعة. ما عرفتش قلت شو الثلاثة إلا كنت شو الدراري لاعبين في شوف صراحة شوف صراحة هادوك اللي غلطوا خدموا شوية اللوجيك. هنقول لكم علاش. حيتاش نورمالمون مودرن وارفير كانت قديمة فهمتيني يعني ماشي ستة ما كايناش وقعت ثمانية. واش كاينة أصلا ثمانية؟ كاينة كول أوف ديوتي ثمانية رجيت جوجلين وحالو كاع واش كاين. مكيناش 8 واقيلا كاع نشوف واش كاين 6 مكيناش اصلا 8 و 6 مكيناش 6 يعني غير بيتاكم ب 8 و 6 3 و 4 يعني خرجت في 4 نشوف شكون يجاوب صحيح. نري نيفي غلط راه غير قلت البلاك اوبس خرجوا 4 د ليفرسون دونك تكون واصل 8 دونك فهمتك فهمتك. صات سكافاناس غلط دار 3 ساغارد ما غلطش ولكن بقى كيفكر بزاف دونك دار 4. شكون هو اللي دخل جديد كونتيستن 28 هذا جديد هذا باقي اول مره غادي يلعب. سايكو غلط اكرم غلط اكرم صافي ضربو ترى نلقاو الجاح او اكرم باقي صافي هربوا عليه. النيفي صقر دار ريمونتادا صقر الاول الاول صقر ولا محيح
ودخول هنا الكونتيستنت 28 ما عرفتوش. المهم اللي عنده 28 في الرقم يقول لنا انا هو هذاك سايكو. او سايكو هكاك راه بدا كيحيد من الارقام. كان عنده ناقص 30 ولا ما نعرف شي حاجه هكا. المهم anyway. السؤال الموالي انا اوكي برو جيمر هو 28 قال لك سيدي وات از ذا مين جول ان ذا فيرست كاستلفينيا؟ واش سيف سايمون بيلمونت ولا هيلب فان المهم شي سميه ولا كيل دراكولا ولا اسك فور دراكولاز هيلب؟ اشنا هو المين جول في الجو كاستلفينيا؟ واش تعتق بيلمونت؟ واش تعاون فان هيلسن باش يهرب؟ واش قتل دراكولا ولا تسول دراكولا واش يعاونك؟ هذا سؤال كيل دراكولا. دراكولا ما كيموتش اصاحبي اش كتقول؟ اش جاوبتو الدراري؟ دراكولا ما كيموتش كيفاش انت تقتلو؟ خاصك دير ليه الشمس تخرجو الشمس باش يتحرق. What is the main goal in the first Castlevania? اعتقد فيني. فيني شكون فيني؟ فيني فان هيلسين زعما اعتق سايمون بيلمونت. ما كاينش فيني. فينيسيوس ديال الريال. اوكي شوف الساقط. اوكي انا ريفيلي لكم الاسئله قمرت عليها. وشنو درتي في التقميره؟ شوف انا بلاش قبل ما تقول غتكون غلطتي. هادشي نجاوب ساهل، انت غتكون قمرتي ولكن قمرتي فكرتي بعيد. اشنو هو قلت؟ يلا قولها اشرف شنو درت. سيف سي والله تعرفش غتكون غلطتي. اوكي كل شي جاوب صحيح الا جا اسرع. شوف صاط هاتي شو انا ما كنتش عارف. انا مشيت قلبت عليها في جوجل باش ندير. هذا هو السؤال اللي قلت لكم ما عطاونيش الجواب ومشيت كنقلب عليه. نشوفوا فين وصلتوا دابا. اوه اكرم رجع. نيفي بدا كي تعطل في الاجوبه. تاغارد غادي متقدم. اوك الدري جديد برو جيمر ما جاوبش على هذا السؤال. شحال باقي من كاسيو؟ ما بقى والو، بقى لنا شي 5 واقيلا ولا 4. سايمون بيرن هو باش كتلعب؟ الصراحه ما لعبتش في كاستلفينيا ولكن ما كرهتش الصراحه جو زوين. المهم نيكست كويشن كتقول قال لك سيدي the first in the Call of Duty game series was يمشي خرجت اول Call of Duty. شنو هذا السؤال؟ the first in the Call of Duty game series was شنو هو اول Call of Duty خرج يمشي زعما 2003 2004 2002 2001 2002 طقاب كيبيتي كوم الدرار ماشي 2002. The first in the Call of Duty game. Okay, in what year? Okay, the first in of Call of Duty game series was released in what year? Yeah, كتشكا. يا زعما هكاك صحيح. 2003 2002 ناكتش ولا 2001 2003 2003 بغيت نقول. تاكارد غشاش كيبقى يقولكم باش تخسروا. ياك وفاش كيسالي الوقت كيقول لكم الجواب الصحيح. غشاش هاد الساكارد ما يمكنش. اوكي شوف دابا اشرف اشنو درتي اشرف باش عرفتي اشرف غادي يكون جوابها صحيح؟ الساكارد يديك خفاه. شوف خاص الساكارد راه اولد جيمر فهمتي، خاصك باش تنافس مع الساكارد. الساكارد راه حتى هو نسيت ما قلتش في ستوري باللي راه خفيف فهمتي. برانك 2002 2001 فين لاعبين؟ كيفاش فين لاعبين؟ لا لا نورمالمون كتطلع لك هنا لتحت
واش دخل من تليفون عزتين ولا من بيسي؟ انا الى قلت لك تشاير عليا بديك القرعه. قول قول اقول قول قول يا عشرة، ما تقولش يا 2001. التليفون نورمالمون في بلاصه ديال الشاط غتلقى واحد اللعيبه فيها واحد بحال شي اكستنسيون ورك عليها وغيطلع لك واحد اللعيبه في الاجوبه. 2002 اوكي الجواب هو 2003. اول كول اوف ديوتي خرجت في 2003. ولينا في الناقض. انا كنت شي بعدا مزدايد باش تولي في الناقض. شوف خاص دابا انا نقول لك، انا نقول بغيت نشوف شكون يغلط. سكافاناس جاب ناقص 18000. طاكارد يبدع كيما هذا، طاكارد يبدع. ولكن هذوك اللي غلطوا ما تبعوش الصاكر حيت جاوبوا قبل منه. برو جيمر غلط جاب ناقص 12000. سايكو جاوب صحيح، اشرف جاوب غلط ولكن انا ناقص 3000. شوف الصاكر بدا كيفوت النيفي، ولكن غير بجاوب واحد الشيء الصاكر ما يجاوبش ولا يغلط غيفوت النيفي. اكرم بدا كيغلط. نشوف انا نقول لك سكافاناس و برو جيمر. لا المهم سكافاناس وكيوتي وكيوت يوكيو. المهم خاصكم تجاوبوا بالزربه فهمتي، خاصها تكون جاوب صحيح بالزربه. لا ماشي 2001. اوكي الجواب زعما النكست كويشن. الكويشن رقم 12 كتقول وين واز ذا فيرست جي تي اي تلونسات. امتى تلونسات اول جي تي اي؟ اول جي تي اي 95 97 98 2000. اول جي تي اي امتى خرجت؟ اول جراند ثيفت اوتو 95 97 97. شيناو تاون وقيلا شاينا تاون وقيلا. شو الصقارد كي سباميكم عاوتاني بالجواب الغلط؟ طقرت شيطان. 97 2000 1995 2000 1995 طقر. ما تقولش يا اشرف تبعتي الطقر. ما تقولش يا اخي اشرف تبعتي الطقر. شوف اشرف قولي اللي بغيت، قولي اللي بغيت، ما تقولش تبعتي الطقر. انا نقول لك اش درت، قولي اش درتي يا اشرف. المهم ماشي 2000، بغيت نقول 1997. الصقر خطا والو عقش بيه 1997. ها ما درت شي والو. جاوب شي صحيح ولكن بلاتي. انا لاعب الدراري في جي تي، لاعب في جي تي ولكن ما عرفتش انا وحده هي اول وحده لعب في جي تي من دوك الاولين اللي كان واحد هو هذا لعب فيه اول جي تي. لعب فيها الدراري، لعب فيها الدراري، لعبت فيه التطر تطر كان سوبر فان الدراري، كان هربان داك الجي تي الاول. المهم جواب صحيح هو 1997. شوف غلطوا، نشوفوا الجي تي ديال 98، نكتبوا جوجل نشوفوا شنو هي كدايره الجي تي ديال 98. كانت بحالها تقريبا نفس الحاجه. بيتات خديرة لعبت فيها انا ماشي في الاخرى. مو ملعب شي حاجة بحالك انا. كنت لعبتها في نتاندو تودم الفوق. انا لعبتها في PS1، لعبتها انا كانت عندي في PS1. كانت غادي تدم حشرة. اوكي كانت ناضية هربانة اصطاد. شو هادو راهم غلطين، نشوف شكون هما هادو اللي غلطوا. برو جيمر بلاير غلط. اكرم غلط فادي، ولكن صراحة ما هانية فهمتيني ما صراحة جاتي مشهورة خصك تكون عارف، ولكن انا ما كنتش عارف سو كنت انا كنت انا الغلط. عندك سكافانا هو الاول، ساكارد غادي وكيهرب على النيفي. الطريقة الوحيدة باش تزرع على ساكارد هي تطبقو في الاجوبة. المهم نكست كويشن.
دري عاد فيتو ب 16000 فيتو ب 16000 نشوفوا الاخرين يوكي برو بلاير المهم يمكن دار اف 5 كلش لعيبه وتعاود ليه المهم anyway ما يمكنش لا يمكن الا غلط هو ولا ما جاوبش غتربحوا باقي ثلاثه الاسئله ثلاثه نيكست كويشن كيقول قال لك اسيدي هاو ماتش ديد ذا جيم ستار سيتيزن كوليكت فروم باكرز فور ذا بيدجيت اوف ذا جيم شحال كوليكتا ودير الفلوس باش يديروا الجيم واش 100 مليون دولار ولا 2 مليون دولار ولا 10000 مليون دولار ولا 500000 500 مليون دولار خرجتني الجيم وايلي هلا ما تحمق سؤال صعيب صراحه صعيب بزاف ولكن نورمال ما تقدروش تعرفوا تبريديكتي حيت ستار سيتيزن معروفه بواحد اللعيبه خويا راه الباك هذا واشو ستار سيتيزن نورمال ما تقدرش تعرف حيت ستار سيتيزن معروفه بواحد الحاجه قمرت عليها بوينتس قلال علاش درتيها الساكار قمر 500 مليون قالك سكافارات رابو الجيم وما يكونش عارف شوف ستار سيتيزن نورمالمون معروفه هي اكثر جيم تخسروا عليها الفلوس في كاع الاندستري ديال الجيمينغ انت اكد الدراري نشوف بعدا ستار سيتيزن كي داير يا هي هذيك اكثر جو تخسر عليه الفلوس في كاع لي جو هو ستار سيتيزن نورمالمون جاوب صحيح هو 500 مليون دولار اكثر جو تخسر عليها الفلوس هو ستار سيتيزن 500 مليون دولار ديال الفلوس هادشي غير لي كوليكتاو فهمتي يقدروا يخسروا قلة ولكن البيدجي ديال الجيم 500 مليون دولار عطوني مليون وخليو خذوا داكشي لا عطوني عامليين دولار هادشي مليون دولار شي يدير لك في المغرب الصاط مليون دولار مليون دولار ترى ما يمكنش 500 مليون دولار عطوني مليون برو مليون غير والو ستار سيتيزن عشيركم انا المهم anyway صراحة صعيب هذا السؤال ولكن بالتالي الجيم كيعرفها غير وياه لا تشهرات هي كاينه شويه فهمتي بحال هكا شي جيم المهم انا ما صراحه ما لعبتهاش ولكن المهم مشهوره واحد شويه اوه كونتستنت 32 شي واحد جديد هذا اوكي نيفي قربتي للساكار بقالك 11000 بوان بقى لك 13000 بوان باقي جوج الاسئله الساكار دي غلط ولا ما يجاوبش وانت تجاوب هو يغلط ولا شي لعيبه هكا وغتبدل الترتيب المهم النيكست كويشن كتقول قال لك اسيدي هو ذا مين انتولوجيست ان اساسنز كريد برادر هود وات يو مين انتاغونيست وات يو مين يا انتاغونيست وات خصم زعما الانمي شكون هو المين انمي اساسنز كريد لا علاش كليخ واش بورجيا ولا واش رودريغو بورجيا ولا سيزار بورجيا ولا الملايم ولا روبرت دو سابلي انتاغونيست هو الشرير ولا العدو فهمتي رودريغو بورجيا سيزار المعلم قاعد قلت الشرير ما نشوف شكون هاد سيزار بورجيا ورودريغو بورجيا درا غندير لكم ندير لكم سيسبانس واش هدرا الدراري شي حاجة هذا سيزار بورجيا الدراري راه شي واحد كان في التاريخ ديال بصح زعما ماشي غير جابوه من الجوج جابوه من شي حاجه قديمه الجواب هو سيزار بورجيا روبرت ناري قريت برادر هود مع الطل
ما تقولش ليا راه اساسنز كريد كيجبدو من التاريخ. اي نو المعلم. المهم الجواب الصحيح هو سيزار بورجيا. شكون وليد رودريغو؟ باش عرفتي النيفي هو اللي كتب رودريغو. واعر الساكارد كيطير في هادشي الصاط، مايمكنش الساكارد اخويا راك متقولش ليا النيفي انت اللي درتي رودريغو. اشرف درتي انت يا سيزار ياك يعني. انا نقول لك برودريغو خليها على الله. اقسم بالله الدراري انا نقول لكم سمع اقسم بالله حسيت شي حاجه هنا حسيت بشي حاجه كتقول لي راه لوفي هو اللي غلط. واق الله الدراري راه ما يمكنش لوفي ارجو علاش نقول لكم واحد المره لوفي شنو كان معاتش كانت لعبه شي سيتي مع شي حاجه كان شي ماتش هربان فهمتي. ولوفي اش كان كيدير؟ كان كيتفرج وكيجي مره كيجاوب في الاسئله، ولكن كيتعطل مثلا كدوز شي اربعه الاسئله كيجي يجاوب على واحد ويمشي عاوتاني يتفرج. وشنو كان وكنت انا وامين وشي واحد المهم وشي واحد بوحدو هو اللي غلط. وانا نقول لهم الدراري انت خاطر حتى لوفي هو اللي غلط في هذا. هما يقول لي لوفي راه كيجاوبها مره ما يكونش جاوب على هذا السؤال. وحنا نتشيكي وحنا نلقاو لوفي اللي غلط. وعاوتاني دابا حسيت باللي راه هو اللي غلط. ساكارد عنده النقله، ساكارد كيقلب في جوجل ود لادينا. او دابا هرب عليك اخي النيفي. بقى سؤال واحد ساكارد جوبونسي الا ما جاوبش كاع غادي يربح. الا جاوب ساكارد غلط والنيفي جاوب صحيح وجاوبوا بجوج مزربات يقدر يربح النيفي. هذا هو الحال. لا صافي دوزيام بلاصة راهو كان. يلا الدراري السؤال الموالي يقول لا ماشي عنده النقلة اللي أشرف ساكارد فهمتي اولد سكول جيمر وبويسك كيبقى يجاوب في داكشي كيكتب لكم في الشات التاريخ وداكشي وصعيب انك 17000 يعني غيكون جاوب بالزربانيت فهمتي صعيب تقلب في جوجل. المهم anyway next question كتقول اخر سؤال ساكارد شوف فور فان جاوب على هذا السؤال فهمتي جاوب فهمتي ما تخليش زعما ما تجاوبش جاوب باش الا غلطتي يكون امل عند النيف. يلا الدراري اخر سؤال كيقول قال لك سيدي وات واز ذا هاردست سونغ ان اول اوف ذا جيتار هيروز جيمز. شكون هي اصعب موسيقى كانت في جيتار هيرو؟ واش ميتاليكا ولا through the fire and flame او لا sudden death او لا the devil went down to georgia. هذا الساكارد هذا اللي جاوب عليه الساكارد راه غشاش. هذيك اللي طويله تعذبوا عليها وكتبوها. وصافي الساكارد ربح. داري تشدي الساكارد قول لي شنو جاوب شي بلا ما تكذب. نيفي قلنا بعدا شنو جا صافي نيفي ما عرفش جاوب قالك صافي الساكارد ربع. الناس ساكارد نيفي تا هو ما عرفش جاوب. اشنو جاوبتي يا ساكارد؟ دراغون فورس. وانت شنو جاوبتي يا نيفي؟ تا انا ميتاليكا. لوفي جاوب ميتاليكا صافي. دونك دابا تحدد واحد غيكون ربح وواحد غيكون خسر. الا كان ساكارد جاوب غلط غيكون ساكارد جاوب بالزربه. الا كان ساكارد جاوب غلط يعني النيفي. الا جاوب صحيح غادي يربح النيفي. الا كان النيفي جاوب غلط راه واخا ساكارد جاوب غلط غادي يربح. تكونوا فاهمين ويلي غلط واحد فيكم غلط واحد فيكم جاوب صحيح. انا عارف شكون هو اللي جاوب صحيح وعارف شكون هو اللي غلط حيت انا شايف كنشوف الجواب حداه. انا دراغون فورس. اشرف واش انت متاكد من الجواب ديالك ولا لا؟ اوكي احنا دابا عندنا واحد الفيرسيون. اشرف واش انت متاكد من الجواب ديالك؟
ميتاليكا ولوفي، لوفي حتى هو واش انت متاكد؟ قال لك غير قمر لوفي، غير قمر. دونك يقدر يكون صحيح يقدر يكون غلط، ولكن اشرف واش تجاوب شي ومتاكد من الجواب ديالك ولا لا؟ متاكد. دونك اشرف متاكد باللي ساغارد جاوب جواب صحيح. دونك الدراري نقدر نقول لكم باللي الجواب الصحيح هو دراغون فورس ثرو ذا فاير اند فليمز. وكيما عرفتو كاين امبوستر الدراري، كاين امبوستر. لوفي والنيفي بجوجهم قالوا باللي وركوا على ميتاليكا، واحد فيهم غشاش ما وركش على ميتاليكا. نيفي ولا لوفي واحد فيهم غشاش ما وركش على ميتاليكا. هنشوف شكون هو. اوكي ساغارد ربح. نيفي نيفي غشاش. وا نيفي غشاش، نيفي ما وركش على ميتاليكا. وا ما يمكنش ابرو. النيفي هو الامبوستر. لوفي جاوب جواب بيت عليك واخا غلط، ولكن لوفي ماشي امبوستر، ولكن الامبوستر هو النيفي. ما يمكنش النيفي يا صاحبي تثبتنا قال لنا جاوب جواب غلط، جاوب جواب غلط، ولكن ساغارد المهم سبق شيء ولكن نوت اناف. انا اخر واحد بوزيتيف. نشوف دريس كافانا 411 ولكن كانت ناقص 30000 دونك هانيه لوف. خويا بغيت $50 ديالي. كيفاش باغي $50 ديالك اخاي؟ صدمني. اش ب $50 اخويا؟ جاوب على ثلاثة. انا خمسة. من حقي اخويا. خويا انت اللي غتعطي $50 اللي ربحتك. انا خويا ما ربحت، انا ما قلت لك انا تكوال ولا ربحتيني، انا برونز ضريقه. انت يا جولد واعر اخويا. اجي معايا الفيفا ربحني فيفا نعطيك $100، تربحني فيفا نعطيك $100 يلا. وندير معاك واحد المزيان نعطيك جوج زيرو افونس لك. اها مزيانه مزيانه نديروها. مشات عندك فيفا مزيان مشات حمستيه دابا، ولكن انا ما نعطيك والو. اه ماشي مشكل، مش عطاني والو ولا خسرت، ولكن واش عندك فيفا؟ انا فمك ياكلني هاك فمي هاك ويعني ناري عنده. فاش عندك في PS5 ياك؟ يا ربي قولي ما عندوش PS5. يا ربي يا ربي يا ربي قولي ما عنديش PS5. أوميزون العزيز على قلوبنا، بمناسبة مرور عيد الحب أسأل الله أن تكون بخير وبصحة وسعادة وعافية ويهديك ويشافيك ويع... ولكن فين أوميزون؟ نو PS5. واه أنا عندي PS5 كبر. بيسي كتلاقي ليا في هاد البيسي ما كتخدمش. ديك المرة جربنا كنا نلعبو انا و كومو هيرا وما بغاش تخدم لينا. انت هو اوميزون، انا هو اوميزون. وعالم خور هذا. لا لا سميتي انا سيارة ماشي اوميزون، اوميزون خدام معانا. حقا كاين كروس بلاي. دخل دخل لعبو مع دابا الدراري، لعبو مع دابا شبان ليكم. راه كاين نسيت الكروس بلاي. يلا سير، ولكن لعبوا فوت، لعبوا مود فوت باش نانديو الجيم. سير انفيتين يلا دخل. ناري الدراري واحد الحاجة، انا دابا طايح ليا المورال، ما كنلعبش مزيان في فيفا غير تلخني. نسيت اصلا علاش حنا مشينا للفالو، حيتاش ما قدرتش الماركي في 3